الثالث هي فائدة مؤسسات التعليم الابتدائي. سنبدأ بعد النشيد الوطني قبل انطلاق المنافسة. كنا مع مجموعة ديال الأطفال ديالنا ونيابة عن السيد المدير الإقليمي أشكر جميع المشاركة دياله في التظاهر الرياضية الخاصة بالتعليم الابتدائي. كما سنبلغكم تحيات أعضاء فرع الإقليمي كافة كلهم بالصفة ديالهم المشاركة ديالكم في التظاهرة وبالتوفيق للجميع. التسخينات والتمارين الرياضية قبل انطلاق المنافسات.